السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، أفضل لحظات الحياة أيها الأخوة وأسعدها وأطيبها عندما يكون الإنسان في طاعة الله عز وجل. نسأل الله يجعلناكم وفقه الله لطاعته واستعمله فيما أرضيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه جزاكم الله خير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك. ثم قال له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكلما وجد الإنسان نفسه يعان على طاعة الله فليفرح، فإن الله قد أراد به خيرا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. والحمد لله الذي أنعم علي وعليكم بإدراك شهر رمضان، فكم من الناس صاموا معنا في العام الماضي وقاموا، بل كم من الناس صاموا أول هذا الشهر. نسأل الله أحسن ولكم الخاتمة، ويجعل آخر كلامي وإياكم من الدنيا لا إله إلا الله. وينبغي المرء المسلم أيها الإخوة كلما عمل طاعة من الطاعات أن يكون حريصاً على إحسان هذه العبادة، فإنك كلما أحسنت هذه العبادة تكون فرصة قبولها عند الله أقرب، وكلما أحسنت العبادة يكون أجرك عليها أكثر، وكلما أحسنت العبادة يكون سرورك بها وانشراح صدرك بها أكثر. فوالله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن إحسان الصيام أيها الإخوة أن نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجتهد في رمضان أكثر ما يجتهد في غيره، وحثنا على قيام رمضان ووعدنا عليه بالمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن إحسان الصيام أيها الإخوة أن نتسحر، فإن السحور أيها الإخوة ليس مجرد أكل وشرب، ولكنه عبادة يعبد الله بها. ولهذا من تسحر فإنه يكون قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أطاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وإذا تسحر الإنسان فلعله ينال البركة الموعودة. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والإنسان إذا تسحر فإنه بتسحر يكون قد خالف اليهود والنصارى، فإن النصارى واليهود يصومون، ولكن لم يكن من صيامه ولا من آداب صيامهم أنهم يتسحرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فينبغي أيها الإخوة أن نكون حريصين على اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك باب من أبواب الإحسان، والإحسان منه ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. هناك باب من أبواب الإحسان الواجبة يغفل عنه بعض الإخوة، مع أنه لا يصح أبداً الغفلة عنه أبداً، ألا وهو الإحسان إلى الأولاد الذين أنعم الله علينا بهم. فإن من أعظم الإحسان إليهم أن نحرص على تربيتهم على الصلاة والإخوة، وأن نتذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. يجب علينا أيها الإخوة أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتقي الله في هؤلاء الذرية الذين أنعم الله علينا بهم، أن نحسن إليهم. وأعظم أبواب الإحسان أن نربيهم على طاعة الله عز وجل، أن نربيهم على طاعة الله عز وجل. فإذا ربيناهم على طاعة الله أسعدناهم. نحن معشر الآباء والأمهات حريصون كل الحرص على أن نسعد أبناءنا وبناتنا، نحن حريصون على أن نسعدهم بكل شكل. ولكن إذا كنا نتوقع أن نحسن إليهم بغير تربيتهم على طاعة الله فنحن مخطئون. لو كانت السعادة تباع واشترى وتشترى لاشتريناها لأبنائنا وبناتنا ولو بأغلى ثمن،
ولكن لا سبيل إلى إسعادهم بأي شيء إلا أن تربيهم على طاعة الله عز وجل. فإذا ربيتهم على طاعة الله أسعدتهم، نعم نعم أسعدتهم، وهذا هو طريق السعادة. طريق السعادة هو طاعة الله عز وجل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله يحيينا وإياكم حياة طيبة، أسأل الله يحيينا وإياكم حياة طيبة، هو أدرى جميع المسلمين. إذا كنا نتوقع أن السعادة تنال بالمال وتنال بكثرة العقار وتنال، لا، نحن مخطئون. السعادة أيها ليس لها سوى باب واحد، وهو باب طاعة الله عز وجل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا كان نصيبه من الدنيا؟ ماذا كان نصيبه من الدنيا؟ كان عليه الصلاة أحيانا يبيت الليلة جائعا ما يجد ما يسد به جوعه ولو من أرض أنواع التمر. من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتي إلى أهل بيته يقول: هل عندكم شيء؟ يقول: لا، ما عندك شيء، ما عندك شيء. فيقول: فإني أصبحت صائما. فالسعادة وهي الإخوة التي ننشدها لأنفسنا وننشدها لمن أحب، لمن نحب، طريقها طاعة الله عز وجل. ولهذا يا أخوان اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أبنائكم، احرصوا عليهم، احرصوا عليهم الحرص كله في تربيتهم على الصلاة والإخوة. أنا كنت مدرس، وأذكر في يوم من الأيام أني دخلت أحد الفصول فسألت الطلاب: هل فيكم يا أبنائي أحد لم يصلي الفجر إلى الآن؟ الذين رفعوا أيديهم يقول: لم نصلي عدد لا يسركم. وهنا يأتي السؤال: من المسؤول؟ أنا وأنت والأم والأخوة. نعم نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الإخوة منذ أن يؤذن مؤذن وهو جاي المسجد يقول: جزاك الله خير وأكثر الله من أمثالك، ولكن أين أولادك يا أخي الكريم؟ أين أولادك؟ يقول: والله يا أخي لو أجلس أنتظرهم يمكن أصلي في الصف الثاني. صلي في الصف الثاني، صل في الصف السبعين يا أخي، ما دام أن سبب تأخرك انتظار أولادك وإيقاظهم بالصلاة يا أخي. ولا شك أن الأولاد يحتاجون إلى صبر، أمر بالصلاة يحتاج إلى صبر. نعم، فأيقظهم ثم أيقظهم ثم أيقظهم. أحياناً توقف تقول: يلا يا علي قم صل، بارك الله فيك. طيب يا أبوي، تروح الراشد تعود تلقى هذا نام، أيقظ هذا حتى أشعرهم من خلال تعاملك بهم أن أمر الصلاة أمر عظيم أيها الإخوة، أمر عظيم. في يوم من الأيام كان في طالب عنده مشكلة، فجلست له وياه أقول: إيش أخبار المشكلة؟ وش بعد؟ فكان سؤالي أول شيء سألت: قلت: إيش أخبارك في الصلاة يا أخي؟ قال: والله أنا أصلي كل يوم فرضين. قلت: وش الفرضين دي؟ قال: أصلي معكم الظهر وأصلي العشاء. من أين خرج هذا البيت؟ أخشى أن يكون خرج من بيت أهمل، وهذه نتيجة إهماله. وبعض الإخوة يتذمر ويتسخط يقول: والله أتعبني، أتعبني أولادي، أتعبوني. يقول: يا أخي الكريم، أولا لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، ولا خيار لك في ذلك، لا خيار لك في ذلك. الأمر الثاني أننا لو اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نأمر أولاده بالصلاة لما وجدنا هذه المعاناة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: مروا أولادك بالصلاة عمر 15 ولا 20. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مروا أولادك بالصلاة وأبناءه 7 سنين. الطفل اللي عمره 7 سنين هل سيجد أهله معاناة في تربيته؟ أبدا. عمره 7 سنين، مره يأتمر وجهه يتوجه، لا يزال غضا طريا. ولكننا أحيانا
عندنا إهمال وعندنا كسل وعندنا أحياناً لا نعطي الأمر حقه من اهتمام. مروا أولادك بالصلاة سبع، فلا بد من أن تبقى قضية السبع. وأيضاً يا أخواني لنسلك معهم كل سبيل يكون من نتيجته أنهم يصلون. وما أعظم الأسباب أيها الإخوة، ها واحد ذكرنا جزاكم الله خير وتعاون الله وحده، ها أعظم الأسباب الدعاء يا إخوان، أعظم الأسباب الدعاء. الناس الآن إذا كان لأحد غرض ولا حاجة يقول والله يا أخي ما قصرت، رحت لفلان وزيد وعبيد وكلمت وكذا والله ما وجدت ما أشبه في إلا الدعاء. هذا خطأ. أول ما تبذل لنيل مطلوبك والنجاة مرهوبك الدعاء أيها الإخوة. نعم، أنت تدعو من؟ أنت تدعو الله جل وعلا الرؤوف الرحيم الذي القادر على كل شيء، الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب. وليكن من تربيتنا لأولادنا على الصلاة ونحن نجلس معهم صباح ومساء أن نجعل من جلساتنا أحياناً موضوع الصلاة، نبين أهميتها وثمارها وعظم نفعها، لنملأ قلوبهم وأذهانهم بهذه المعاني الجميلة حتى يصلوا. ولنستعمل معهم أسلوب الترغيب والترهيب، نعطي هذا إذا أشعر أنه بدأ يصلي نعطيه جائزة، نعامل معاملة يشعر من خلالها أنه عمل عملاً طيباً استحق عليه المكافأة. وإن وجدنا منه تقصيراً فلنعالج هذا التقصير بالطريقة اللبقة المهذبة اللطيفة التي تعيننا على استصلاح وإعانته على الصلاة. ويجب من أجل استصلاح أولادنا وتربيتهم على الصلاة أن يكون هناك تعاون بين الأم والأب. يعني أنا الآن صليت معكم العشاء هنا، عيالي مهرون أمهم تتولاهم بغيبتي. بعض الإخوة يمكن موجود في المملكة الآن وعياله اللي في الصين واللي في مشارق ومغاربها، تقدر تصل عليهم السلام عليكم كيف حالكم طيبين أكلت وشربت وبس؟ لا، ليكن أول ما تسعى الصلاة يا أخي الكريم، أول ما تسعى عن الصلاة، أول ما تسعى الصلاة. ثم يا إخواني أنت إذا ربيت أولادك على الصلاة تجني خيرات كثيرة. أول هذه الخيرات براءة ذمتك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، ماذا قال؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ربيت برئت ذمتك. الأمر الثاني أنك إذا ربيت على الصلاة حققت ما تؤمله من طريق الإسعاد، لأنك ستسعده بالصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، الصلاة ستسعده. أنت إذا ربيت على الصلاة أنت أيضاً ستكون سعيداً به. والله يا أخواني من أهم أسباب سعادة الإنسان في هذه الحياة أن يكون أولاده صالحين، أصلح الله لكم النية والذرية. والله من أهم أسباب سعادة الإنسان أن يكون أولاده صالحين. هذا الولد الذي يصلي ستقول صلاته له كن براً بأبيك وأمك. أنت إذا ربيت على الصلاة ستجني خيراً عظيماً. أسأل الله لي ولكم هنا الميت وحسن الخاتمة، أسأل الله يحسن لي ولكم الخاتمة. الموت يا إخوان مصيب ولا ما هو مصيب الموت؟ ها يا إخوان، ها الموت مصيبة مهما كان مصيبة، ما في كلام. ولكن ليس هذا هو السؤال. السؤال ما أعظم شيء إذا تأملته تجد أن الموت مصيبة حقا. الموت إذا جاء يقطعك من أمك وأبيك زوجتك أبنائك وبناتك طموحاتك وآمالك، تبغى تبيع وتبغى تشتري وإلى آخره. إذا جاء الموت انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. أسأل الله لي ولكم هنا الميت وحسن الخاتمة. ولكن مرة أخرى ما أعظم شيء إذا تأملته تجد أن الموت مصيبة. يلا يا إخوان، يلا يا إخوان، يمكن نطوع كل أحد يعطيكم يعطي جائزة ولا لا؟ اللي بيجاوب تعطي جائزة؟ خلاص يلا. أعظم مصيبة في الموت يا إخوان
أعظم مصيبة في الموت أنه يقطعك من العمل الصالح، هذه أعظم مصيبة. ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذه أعظم مصيبة، هذه أعظم مصيبة. ولهذا يقول جل وعلا في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول ربي ماذا يقول؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجله. ولهذا تجدون بعض الناس أحيانا إذا كان وضعه الصحي مقلق ويخاف وكذا، شو يقول لأولاده؟ تصدقوا عني، احفروا لي بير، ابنوا لي مسجد، لأنه يعني إذا جاء الموت انتهى كل شيء. رجل دخل مستشفى وكان رجلا ثريا، رجل ثري، فقال لأحد أولاده كما يدخل المستشفى: يا ولد خذ مبلغ وتصدق، خاف من الموت. طلع الرجال ما مات، لما طلع يقول: ماذا ايش سويت بالدراهم يا ولد؟ قال: والله تصدقت بخمسين، كيف هات الباقي، هات الباقي. شفت كيف؟ شفت يا اخوان الله يحيينا وياك مع الاسلام. ولكن سؤال: وش اللي جابنا الموت ونحن نتحدث عن تربيه الاولاد على الصلاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، أصلح الله لي ولكم النية والذرية. هنيئا لك يا من ربيت أولادك على الصلاة، والله ما يركعون ركعة ولا يسجدون سجدة مما ربيتهم أنتم عليه ودعوتهم له إلا ويكتفي سجلك. من هذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: من دعا إلى هدى كان لهم العجم مثل أجور من تبعه. فأنت إذا ربيت أولادك أنت الكسبان، أنت الكسبان مكاسب عظيمة، من آخرها هذا المكسب، وهو أنك وأنت في قبرك هذا الذي يصلي كل ما صلى يكتفي سجدك. أسأل الله لكم النية والذرية، أسأل الله يجعلهم نعمة ولا يجعلهم نقمة، أسأل الله يجعلهم رحمة ولا يجعلهم علينا عذاب ولا بلاء، أسأل الله يحسن لي ولكم الخاتمة وأن يجعل آخر كلامي وإياكم من الدنيا لا إله إلا الله، كما أسأله أن اجعل قبري وقبوركم رياض من رياض الجنة ولا اجعل حفرة من حفر النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقوم إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين.